إذا تحية طيبة للمتتبعين. قناة شفتي من خلال هذا المباشر، حنا تنتواجدو مع هاد السيدة اللي تكون تتقطن هي وبنتها في هذا المنزل في دوار الهبيشات جماعة السلطان، اللي تفاجأت دوار مولاي عباس، عفوا دوار مولاي عباس جماعة السلطان، فاش تفاجأت بعد ما تشافت من فيروس كورونا لقات أنه المنزل ديالها تعرض للسرقة. نقربوا من السيدة هذه اللي تحكي لنا بطبيعة الحال يعني كيفاش وقع لها بالضبط. السلام عليكم لاله، انت ساكنه هنا في دوار سيدي مولاي عباس جماعه السلطان، يعني بغيتي تحكي لنا كيفاش بعدا تصابتي بكورونا؟ انا ما عرفتش، تنخرج من راه شحال وهذا الشيء ديال الله قادر قدروا عليا الله وصافي. نعم، نهار 10 في الشهر جاوا قالوا لنا راه غادي تقعدوا بغيت نشوف في لابيرانس بيجي لكم التحاليل، حيت كاين في عائلتنا اللي مرض بها، اللي مرض في كورونا. داوني مع جوج ونص تاع الليل نهار 10 في الشهر، داونا للمامونية مع تلاغت ليه مع 8 الصباح، عيطوا الجيران قالوا لي راه دارك خليتيها محلولة، قلت لهم لا راه خليتها مسدودة ستيتها قدام الناس اللي في لافيلانس. قال لي نيت واحد السيد واش ستيتي مزيان، قلت لها ستي الطاري. حتى قال لي الجيران لا راه رتاج الكوزينة محيد الشرجم والدفا راه محلولة. صافي عيطت انا للجندار قال لي صيفطي شي حد في العائلة، صيفطت انا عائلتي ولاتي قال لهم لا خصها تكون مولات الدار عاد نسدو لها دارها. بلاو عيطوا للمقدم قال لي سد لها دارها حتى تخرج هي عاد ندير معاها الاجراءات. انا بقيت 13 يوم وانا في السبيطار، بقات داري محلوله حتى جيت انا من السبيطار عاد مشيت عند الجندار، عاد عقموا لي الدار، عاد دخلت شفت اش تهز ليا، تهزوا لي جوج بلازمات، تهزوا لي لومبليات، تهزوا لي المانط ما عند الكوزينه، تهزوا لي ثلاث خواتم تكتبوا خاتم المارياج وجبت لي جوج سنسله وطوانك. يعني اش لي مشى ليك بالضبط لاله من الدار؟ لقيتي مشى ليك؟ مشاو ليا جوج بلازمات. نعم. ومشاو ليا الماء عند الكوزينة. مشاو ليا جوج لومبليات. مشاو ليا داكشي الحلاقات بنتي في الصالون. نعم. ومشاو ليا ثلاث خواتم تدب وخاتم المغارياج ودبليج ديال الذهب والسنسلة وطوانك. نعم، يعني هادشي وقع فاش اللحظة فاش كنتي يعني في السبيطار. اه لقيت يقدر لي داتني انا لابيلانس يقدر هما دخلوا بالليل. نعم. اما في الصباح الناس فاقوا مع شي 7 الصباح لقاو الدار محلوله. نعم، وشكون هما هاد الناس هادو اللي تعرضوا يعني دخلوا للمنزل ديالك وانتوا هادشي اللي عندك؟ ساكنين هنايا وكلهم عارفينهم، الناس هنا شفاره وتا في الهبيشات كانوا تيهم خرج راه عليهم من الهبيشات وجاو سكنوا هنايا. وانت عايشه بوحدك انت والبنت؟ عايشين انا وبنت صغيره عندها 11 سنه والبنت الكبيره عايشه في دارنا. نعم، يعني ولا يعني ما كاينش معاك الزوج ديالك؟ لا الزوج ديالي معتقل 12 سنه هادي باش معتقل. نعم، يعني يمكن لك تورينا من دخلوا بالضبط؟ نعم. تورينا عافاك من خلال المباشر. تمام. يعني هذا هو المكان كما تشوفوا متتبعي قناه شوف تي في، يعني هادي كان فيها جاج هذاك الشرجم ولا اش كان فيه؟ كان فيها الشرجم، جبت لك الشرجم. نعم، ورينا الشرجم، ورينا الشرجم، حنا معاك بشويه عليك بشويه عليك، ورينا الشرجم اللي كان تمايا. هذا هو الشرجم اللي كان مركب تما يعني ديال الحديد وديال سميتو كما تشوفوا متتبعي قناه شفتي من خلال المباشر. يعني هذا هو الشرجم اللي كان راكب هنايا في الكوزينه كما تشوفوا، هذا هو الشرجم في الكوزينه اللي يعني باينه العلامات ديال انه فرعوه هذوك الناس، يعني هرسوا الشرجم ودخلوا المنزل ديال السيده كما تشوفوا من خلال المباشر، يعني تقلع الشرجم ودخلوا هما للدار. يعني وهذا هو الشرجم كما تشوفوا من خلال هذا المباشر، هذا هو الشرجم اللي تقلع ياك لاله، هذا هو الشرجم اللي تم تقلع، هذا هو الشرجم اللي قلعوه هذوك الناس اللي دخلوا للدار باش هزوا. بغينا تورينا فين كانت بالضبط يعني التلفازه وداك الشيء. فين كانت التلفازه الاولى هزوها بالحديده تاعتها والريسيبتور؟ هنا كانت التلفازه اللي هزوا لك. نعم لاله. نعم، والاخرى؟ والاخرى كنت حاطه غير هنايا فوق الكوان، يعني كانت محطوطه تتفرجي فيها انت وبنتك تمايا. نعم، واللحظه فاش دخلوا هما، اللحظه فاش دخلوا هما يعني وهنا ملي هزوا ليا لومبليات، هزوا لومبليات ديال سميتو. يعني لقيتي الباب مفروع محلول الفروع ولا غير محلول؟ لا حيدوا الساقطه ها هي تبا تشوفها ما عندي، انا الساقطه دابا ما تنشوفش الساقطه. نعم 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 ها هي يعني نشوفوا ورينا ديك الساقطه عافاك الله يجازيك بخير. دوك انت الساقطه حيدها طيروها، دوك انت هاد الايامات في قاعده بلا ساقطه بلا والو. واش بنقول لك بنادم؟ لا اله الا الله، واخا لاله شي بس ما كاين. ودروك يعني واش درتي شي اجراءات قانونيه في هذا الاطار؟ اه مشيت للدار الجدرميه. نعم، كتبوا لي وجابوا واحد جوج دراري من هنا يدار معاهم البحث، يقولوا لي دوك الدراري هذوك هما اللي تنسمعوا هما اللي دخلوا لها الدار هاد التاوليه.
جابوا خوه تلقوه، جابوا هذاك مهيمن صيفطوه بالاختطاف شي بنت داعيه هنا في الدوار بالاختطاف. قال لي شفت جود، انا مشى قال لي الحبس اش بنا نديرو ليه. قلت له انا داكشي اللي مشى ليا، قلت له ما يتعاقبش عليه صافي خو. اصلا يلا شريت الفازه وشاري ومقاد موتور ب 30000 والفلوس زعما بانت عليهم. ما عرفت. نعم. ودوك انت ضعتي في هذا الشيء ديالك، رزقك اللي يعني انت خدامه نقاشه في جامع الفنا. انا نقاشه في جامع الفنا، عارفني كل شيء، تنعرف فيهم وتنشف فيهم، ما نكذب عليك. نعم. ودوك مع هذا الشيء ديال كورونا ما خدمتي والو يعني قعدتي صافي يقعدوا في دارهم؟ يتسدد جامع الفنا ما بقيتش كنخدم. نعم. يعني حسيتي بالحقره من هذا الشيء اللي طرا لك ده؟ بزاف. نعم. ما نكذبش عليك. ديما تنتحقر، هذاك النهار شربوا ليا بنتي تيك الصغيرة، شربوها ليا أنا في الدخلة، زدنا ليا بزرباطة وتضربات ليا بنتي من ليلة ليلة وبس وقلت والو. وشكون هو السبب؟ نفس الأشخاص اللي لا باقي مسكون هادو هنايا، ما عرفتش واش حتى شافوني أنا وبنتي داخلة خارجة، ما عرفتش. نعم، وأنت باش تطلبي لالا دابا؟ تنطلب حقي، كذب عليك تنطلب حقي ورجع ليا ديالي لما ردولي. دونك انت تتنعسي والباب محلول عليك وانت واحد يقدر في اي لحظه تذكر ومتشر جمع عندي باش نصوب وانت بقيت انا بات فيقه. نعم. اذا كما شفتوا متى تبقى انا شفت من خلال المباشره هذه السيده يعني اللي عايشه هي وبنتها في دوار مولاي عباس، دوار مولاي عباس بجامعه السلطان، اللي دخلوا لي اشخاص غرباء كما شفتوا، هرسوا الشرجم وهرسوا الباب وداو التلفازات وداو مجموعه ديال الممتلكات ديالها وخلاو لها الباب مفروع، ويعني وتتعيش الرعب في وسط هذا المكان هذا، وهي فقط تطلب حقها ان الحق ديالها تسترجعه، ويعني يعني الاجراءات القانونيه المسطره القانونيه تاخذ المجرى ديالها. اذا على العموم شكرا لكم المتابعين من خلال المباشر، نتمنى لكم انكم تبارطاجيو مزيان هذا اللايف باش الرساله ديال هذه السيده في دوار مولاي عباس جامعه السلطان توصل لمن يهم الامر. تحياتي لكم، شكرا على المتابعه متابعي قناه شفتي من خلال المباشر.